السلام عليكم. بالنسبة لي ما شاء الله نواصل مع الدرس الثالث اللي يتمثل فيه تعليم عدد عشري على نصف مستقيم مدرج. ما نكتفي شيء بهذا الشيء، نزيد مفهوم فاصلة نقطة، قراءة فاصلة نقطة من نصف مستقيم مدرج، وتعليم نقطة على نصف مستقيم مدرج بمعرفة فاصلته، ونكملوا بالتحدي إن شاء الله. كان في الحصة السابقة كعدنا في الدرس الثاني كعدنا تحدي في الدرس اللي كعدنا يتمثل في الكتابة الكسرية والكتابة العشرية. نمشي نقوموا بحل التحدي ونواصلوا الدرس الجديد، يتبع معايا. كعدنا في السؤال الأول حل التحدي، التحدي السابق قعدنا الكتابة في اللون، قالوا لنا اكتب هنا، اكتب على شكل كسر عشري. هنا الكتابة الكسرية، الكتابة الكسرية للعدد العشري 0.013. هنا قلت لكم هذا باش نكتبوا كتابة كسرية ولا على شكل كسر عشري، واش يلزم لي نحط الكسر ها هنا، نوضع الكسر تاعي، من بعد نكتب هذا العدد بإهمال الفاصلة. معناها كان نجي نكتبه بإهمال الفاصلة نكتبه 0.013، بصح أنا هاد الأصفار موجودين على يسار العدد الطبيعي لا قيمة لهم، معناتها يرجع لي 13. اقترح ان نكتبوه بهذا الشكل، شوف كي نهملو الفاصلة نكتبوه بهذا الشكل، شوف معي، وهذا هو نفسه 13. كي نكتب 0.013 ولا نكتب 13 هي نفس الشيء. نمشيو للموقع على الأسفل، هنا دايما نحطو الواحد، تلاحظ نحسبو شحال عندي من الرقم بعد الفاصلة، عندي 3 أرقام بعد الفاصل، تلاحظوا معايا، أي نفس عدد الأرقام هو نفس عدد الأصفار، 1 2 3، نفس الشيء بالنسبة لهذه، 1 2 3، معناتها هنا عندي هذا 3 أصفار. تلاحظ إذا كان عندي هنا 4 أرقام هنا 4 أصفار، كان عندي هنا 5 أرقام بعد الفاصلة هنا يكون عندي 5 أصفار. هاي سهلة ما فيها والو، هذا فيما يخص سؤال أول تاع التحدي. سؤال ثاني، السؤال الثاني حاول نخدمه هنا. ثانيا قالوا لنا الكتابة العشرية، دروك العكس، يعطوني كسر وانا تعطوه لهم عدد عشري. هنا الكتابة العشرية، الكتابة العشرية معناتها نكتب على شكل عدد عشري. يلا حد عطاونا الكسر هذا 165 على 1000، هذيك شنو نقراها 165 جزء من 1000، 165 جزء من 1000 هي تساوي، واش قلت لكم؟ قلت لكم نكتبوا العدد هذا كما هو 165، هي دروك نحطوا على 1000، معناتها شحال خصنا ما من رقم بعد الفاصلة، خصني 3 أرقام، معناتها نحسب 1 2 3 ونوضع الفاصلة، 1 2 3 على حسب عدد الأصفار، نفس عدد الأصفار نفس عدد الأرقام بعد الفاصلة، كتبناها بالمقلوب، أي 1 2 3 فاصلة، هي هنا في هاد الجهة الصحيحة، ما نقدرش نحط أنا عدد بدون جهة تامة، معناتها هنا الجهة التامة ما فيهاش، معناتها نوضع هنا 0. هذه الطريقة الأولى، هذه طريقة 1، ما حبيش تخدمها بهذه الطريقة تخدمها بطريقة ثانية، نوريك الطريقة الثانية. هذه شوف نوضع جدول هنا، هذه عدد أحسن، هذه تخدم لي كلش، تخرج لي كامل الحالات. هذه هنا عندي فاصلة، هنا أحد، عشرات، المئات، هنا جزء من عشرة،
جزء من 100 جزء من 1000، وقلت لكم على حسب ما نحتاج. الفاصلة هاي دي الفاصلة، كاين بعض الأحيان قلت لكم بعض الأساتذة هادي ما يكتبوش هاد الفاصلة، خلاص الفاصلة ما يحطوهاش. أنا نحطها ماشي لأجل أنها موجودة في الجدول، وإنما لأجل ما ننساش هاد الفاصلة، حتى كاين بعض التلاميذ يخدموا الخدمة كلها صحيحة وينساو الموقع تاع الفاصلة، بالتالي يحطوا عدد طبيعي وكل شيء يمشي خطأ. معنتها أنني حاط هاد الخانة خصيصا باش ما نوقعش في الفخ برك هذا مكان. أي لاحظوا معي 165 جزء من 1000، هذه راها على 1000، معنتها 165 جزء من 1000، معنتها أين هو الجزء من 1000؟ نمشي نكتبه نرتبه، نجينا هنا 5 6 1، خاطر 165 مقدرش نكتبها كامل في هاد الخانة، معنتها نكتب الخمسة في الأحد تحاين، نكتب في أول في أي أول رتبة يا ويتمشى. أي دروك كملنا، دروك أنا ما نقدرش نرفد هاد العدد، نكتبو فاصل 165، معنتها خصني نملأ بالأصفار هذا الجزء هنا، وتجي هنا 0.165، حتى نملأ هاد الأصفار اللي عندي هنا، جينا 0.00.165، وهي نفسها 0.165. هذا ويجيني العدد 165، هذا هو نفسه 165 على 1000، هذا فيما يخص الكتابة العشرية لكسر عشري. لاحظوا معي حاجة سهلة، هيا نمشيو دروك للدرس التحت، نمشيو لأول عنوان اللي هو تعليم عدد عشري على نصف مستقيم مدرج. لاحظوا معايا دروك في هذه المسطره، لاحظ مليح هنا، حاولت لاحظ معايا، حاولت كبرت المسطره باش تشوفوها مليح، خاطر المسطره كنحطها لك في الحقيقه جاي صغيره بزاف. انا حاولت حطيت زوم بالنسبه للمسطره، حاولت كبرت الشكل تاعها باش نقدر نفهمكم منها. هذا ما كان، ما هي المسطرة ماشي بها 10 سنتيمتر، ماشي قد هيدا، هذه راها كبيرة يعني مكبرها، بصح راني عملت لها زومي باش يظهروا، خط المليمترات كنحطهم لكم في الحقيقة تاع الصح ما يظهروا لكمش مليح، ما نقدرش نفهمك فيها وهي ما تبانش مليح. هيا لاحظ معايا دروك نحاولوا نخدموا خدمتنا. اولا بالنسبة كنحط عدد فاصل كمثال، كنكتب لك 1.2، كنحط 1.2، هذه 1.2 كان يقولوا لي حطها في المسطرة، معناتها 1.2 نحطها في المسطرة، هذا العدد نحطه في المسطرة، نرمم نحطه. هيا لاحظ معي، أولا هذا 1.2 واش تمثل؟ مسطرة الوحدة تاعها واش هي؟ هي سنتيمتر، معناتها جينا 1.2 سنتيمتر، لاحظ معايا. أيا دروك نزيدو نوصل هاد الفاصلة، قلنا بلي نقراها و ياك، هيا كنوضعو جدول دروك راني نفهمكم، ما مخصناش نحفظو، مخصنيش نحفظ، أنا مخصنيش نوريلك طريقة تاع حفظ، خصني نفهمك. لاحظ معايا، هنا عندنا مليمتر وهنا عندنا سنتيمتر، هيك تلاحظ معايا، هي عندي 1.2، 1.2 معنتها 1 سنتيمتر، هاك فاصلة تجي منها هيدا، كنتو تصنعو الجدول تاعكم، 0.2 معنتها هادي 1.2 كنحوس نفهمها، هي واش هي 1 سنتيمتر و هذه هو 2 مليمتر، علاش؟ لخاطر الجزء تاع السنتيمتر هو المليمتر، الجزء الاجزاء تاع السنتيمتر كنرفد السنتيمتر ونجزئه، نجزئه الى مليمترات، اختار السنتيمتر شحال فيه من المليمتر؟ في 10 مليمترات، هيك تلاحظ معايا، معنتها 1.2 هي 1 سنتيمتر واثنين مليمتر. نمشيو دروك للمسطرة تاعنا ونحطو هاد ال، هيا شو 1 سنتيمتر هايدي، 1 سنتيمتر
راها هنا، ونزيدو لها شحال من الميلمان، نزيدو لها اثنان. هاي هادي معناتها هذا هو هنا، هذه هي 1.2. شفتو معايا كي سهلة؟ جي هنا هايدي، ها المليمتر الأول، ها المليمتر، المليمتر الأول، المليمتر الثاني، هذه هي الزوجة اللي ناخدوها. هاي عندها 1 2، وهنا تحبس. فكي نكملو كامل الأعداد نتحبس، هي نمشيو نزيد واحدة أخرى. هي لحظة، نبدو كمثال عاود عدد آخر، نبدو كمثال 5.7، 5.7 معنتها 5 سنتيمتر، و هادي و 7 مليمتر، 7 مليمتر. أي نمشيو نحوسو على 5، أين هي؟ هايدي 5 تبدأ منا، ونزيدو لها ونزيدو نتقدمو ب7 مليمترات. هي نحسبو وحدة، هاي نحسبو منها خير أحسن، 1 2 3 4 5 6 7. هادي هنا، هادي هي 5.7. شتوها كي سهلة الخدمة، ما فيها والو. هي لاحظ معايا دروك نزيدو نواصل. لاحظ بالنسبة عندنا عنوان في العنوان الثاني يقولون مفهوم فاصلة نقطة، فاصلة نقطة مثال، وكان يحطونا كمثال يحطونا هنا يسميوها لنا أ. لاحظ دونك هذه أ فوقاش راها واقفة، راها واقفة فوق 8، راها واقفة فوق 8، معنتها الموقع تاعها راه في 8، معنتها أ موقع أ، موقع أ في 8، معنتها هاد 8 هي فاصلة أ، فاصلة النقطة أ. معنتها دروك نفهمو بلي الفاصلة هي واش، هي واش، هي العدد الذي يحدد الموقع، معناتها هو العدد الذي يحدد الموقع. أيا لاحظ معايا، وكان نحطو لكم دروك كمثال، نحطو لكم كمثال، نمشي للصفحة الأخرى باش تكون أحسن. شوف معايا، وكان نحط لك دروك كمثال، نحط لك نقطة هنا، هنا هادي، نحط لك هنا كمثال بي، وهنا نحط لك كمثال سي، وهنا نحط لك كمثال دي. أيا دروك واش الهدف تاعي؟ هو قراءة فاصلة النقط بي و سي و دي. معنتها دروك خصني نقرا قراءة فواصل النقط، معنتها هنا قراءة فواصل النقط بي و سي و دي. معنتها قراءة فواصل النقط معنتها قراءة الأعداد التي تحدد مواقع النقط. معنتها من الفكرة تاع نعطيتها لكم، نقولو فوقاش راها واقفة بي، فوقاش راها واقفة سي، فوقاش راها واقفة دي، في فوق أي عدد. هيا لاحظ معايا نمشيو لبي، نمشيو نشوفو بي فوقاش راها واقفة. هيا لاحظ معايا نمشيو لهنا. هيا دروك هنا عندي واحد بي، شو بي كيش تمشات باش وصلت هنا، خصني نعرف بي هادي كيش تمشات باش وصلت لهنا. شو تمشات 1 وتمشات 2 تمشات 3، معنتها تمشات 3 سنتيمتر، معنتها تمشات 3 سنتيمتر،
وزادت تمشات حل أجزاء، تمشات 3 معناتها 3 سنتيمتر معناتها بي فاصلة بي، هي فاصلة بي هي 3 تمشات 3 الخطوات وزادت شحال من جزء صغير، هاتوا نحسبو مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 معنتها وتمشات 8 تاع الأجزاء، معنتها تمشات لنا 3 نتاع السنتيمترات و اللي هي فاصلة، وتمشات 8 نتاع المليمترات. لاحظت معايا كي سهلة؟ تشوفوا هي دروك الترميز كيش نكتب هذه فاصل النقطة كيش نرمز لها، ونرمز لها ب، نكتب ب ونفتح قوس هنا لاحظ، ونكتب 3.8. لاحظت معايا كيش نكتبها؟ نكتبو ب ونحطو هذاك الفاصلة ولا الموقع نحطوه بين قوسين، نمشو عاود نخدمو س فاصلة سي، هي فاصلة سي هي مشو نحوسو على سي فوقاش راها واقفة، راها واقفة إلا راكم تميزو مليح، هادي تمشات 6 خطر هي دايما من الانطلاق، هذا هو المبدأ، هذا هو المبدأ، معنتها هنا تبدي وتمشى، هي 1 2 3 4 5 6 تمشات 6 وحل أجزاء صغار، شحال تمشات أجزاء صغار؟ شو نحسبه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 نفس الشيء، 6.8 ميلي، 6.8 معناتها 6 سنتيمتر و 8 مليمترات. وجينا هنا ونرمز لها اي، نكتب مباشرة سي اللي هي 6.8، نمشي الى فاصلة دي، عفوا بالنسبة للكتابة فاصلة دي، عفوا هي فاصلة دي هنا دروك مباشرة ديرها واقفة فوق 9 معنتها هي دي، نكتب هنا 9، ما عنديش فاصلة، ما كتمشاتش أجزاء زيادة، ها في الموقع 9، هيك لاحظتوا معايا؟ لو كان يقولوا لنا خصني دروك نعلم تعليم نقطة بمعرفة فاصلته، تعليم نقطة ذات فاصلة معلومة، مثال يقولون علم، هي عطونا هاي، عطونا كمثال أ اللي هو 5.1، 5.1، ويعطونا كمثال ك اللي هي 0.7. اي شو نعلمو هادو، هيا لاحظ معايا كيش نعلمو هادو، اولا نمشيو ل هادا نبداو ب او اللي هي 5.8، حنا نعرفو بلي هاد الخمسة هي سنتيمتر وهاد الواحد هو المليمتر، معنتها وهاد الفاصلة هي لو، هي تشوف معايا هي جينا 5 سنتيمتر وواحد مليمتر، 5 سنتيمتر اين هي؟ هاي اللي 5 سنتيمتر، ونزيدو لها ونزيدو نتمشاها وبحال جزء واحد تاع المليمتر، وجينا هنا هذه هي النقطة اللي نسميها أ، هذه هي أ 5.1، شوف معايا هذه هي هنا، هذه هي 5.1، نمشيو لصفر فاصل سبعة، 0.7 واش معناتها 0 سنتيمتر و7 مليمترات، أيا جينا هنا 0 سنتيمتر مع
يعني تراني في المبدأ، المبدأ هو صفر، المبدأ هو صفر، هنا عندي صفر، صفر واحد اثنين، يعني تراني في المبدأ هو صفر، ونزيد ونتمشى و نزيد ونتمشى 7 ملم، نحسبه 1 2 3 4 5 6 7، هذه هنا، هذه هي 0.7 اللي هي النقطة ك، هذه هي ك اللي هي 0.7. لاحظت معايا شيء سهل، ما شي حاجة صعيبة، كان والو، حتى حاجة ما تخوفكم، كل شيء سهل، بصح خصني نفهم، مشيش نبقى نحطو الأعداد، هي نحطهم هايديك بطريقة صماء ما عندها حتى معنى. لاحظوا معايا، نمشيو للتحدي. التحدي واش هو؟ أولا تخرجوا لي فواصل نقاط قراءة، فواصل النقاط A B C D و E، معناتها تخرجوا لي فواصل النقاط كلها بالنسبة لـ A و B و C و D، وتزيدوا هذا فيما يخص الأول. ثانيا تعليم النقطتان فيما في نفس المستقيم المدرج، هذا هو المستقيم المدرج كالمسطر. تعلموا لي النقطة F اللي هي 4.3 و L اللي هي 0.5. هذا مكان شيء سهل، ماشي حاجة صعبة، ربي يعاونكم، خدموا بشوية عليكم، ثم حاولوا ترسموا مستقيم مدرج حقيقي بالمسطرة ودرجوه بالسنتيمتر والمليمترات، وحطوا هذه المعلومات. بالنسبة للقراءة تقراوا ابتداء من المستقيم المدرج اللي نحطه لكم، بصح بالنسبة لتعليم النقاط لازم ترسم مستقيم مدرج وتعين به. شكرا، ربي يعاونكم، شوية عليكم والنجاح إن شاء الله. شكرا.